احنا بنحل فيديو المشكله بدايه. نشوفه مع بعض ونكمل كلامنا، نشوف مع بعض الفيديو. الفيديو هنا بيوضح لنا السيليكون بيتحط فين اهو، خلف السد. شايفين الحته اللي هو اتحققنا فيها الماده اللي هو ده غسيل مضاد حيوي، بنغسل مكان السد. تمام. السيليكون اهو نفس الشكل اللي في ايدينا بالظبط اهو، هيدخل خلف الثدي. اوكي. خلف الثدي يعني لا يؤثر على الرضاعه، بره اي غدد يا دكتور كده، بعيد عن اي غدد في الثدي. تمام. ولا يؤثر على الاحساس ولا يؤثر على الملمس، بل بالعكس يجوده، ولا يؤثر على مستقبلا ان الست دي تحمل مره واثنين وثلاثه وترضع مره واثنين وثلاثه. ملوش اي علاقه باي مشكله تاني. انا هعمل مثال صغير قدام الكاميرا. هل نفترض ان ده الثدي الطبيعي؟ اوكي. طب انا هحط الثدي اللي هو السيليكون بتاعنا فين؟ بنفتح فتحه صغيره هنا. من الفتحه دي بنرفع الثدي الطبيعي كده. وبعدين نقوم مدخلين السيليكون خلف الثدي. اوكي. ادانا البروجيكشن ده او الارتفاع ده. اوكي. طب الملمس هو هو. طب ملمس السيليكون هو هو. تمام. يبقى احنا استفدنا الملمس اتحسن. البروجيكشن يعني الكونتور اتحسن. الشكل اتحسن. الرضاعه زي ما هي احنا بنرضع بالجزء ده اهو. احنا متفقين ان احنا ما اثرناش في اي غدد خالص، ولا الاحساس بيتاثر، ولا الملمس بيتاثر، ولا الرضاعه بتتاثر، ولا اي حاجه بتتاثر. كل اللي بيتحسن الشكل والملمس وثقه المراه بنفسها او ثقه البنت بنفسها.